على الورق على اللوح الصيف يمر صباحي على نغمات عبد الحليم الرومانسية، أي أن الفن كان جزءا من حياتي. كان عندي فكرة أنني ننظم هذا المعرض واحد مدة طويلة، وأنا كان عندي واحد كل مرة كنقول غادي نوجدو غير ما نوجدوش. كل مرة أنا بالنسبة لي جو سوي اون ارتيست عصامية اللي ما تعلمتش في مدارس، وعشت في واحد البيت اللي كان بيت اللي كان يعني الأم ديالي كانت فنانة وأنيقة لهذا الشيء، علاش خديت منها بعض الأشياء. بالنسبة للمعرض ديالي كانت عندي فكرة من قبل، ولكن بعد الوفاة ديال الأم ديالي تعطلت شوية. من بعد حاولت نوجد دي تابلو وبقيت كنخدم حتى لقيت ان ستيل ديالي. كيف ما كتشوفوا عندي واحد المجموعة من الأعمال اللي هي تجريدية وواقعية، وخديت واحد العمل آخر اللي هو كمان سيريالي. خديت واحد العمل الاخر اللي خدمته يعني هو كان تلقائي، اللي خدمته بواحد اون بات واحد الماده اللي عجبتني وتكون شويه مغايره. جيسي توجور دو ترافايي كلكو شوز دو كي سيكسبريم اي اوسي كي مي ريسومبل. بالنسبه للتجريدي اللي فكرت مؤخرا ان نخدمه، كان بالنسبه ليا اختاريت الوان وحسيت انه حر، يعني ما كنكونش مقيده بلوحه او لا كنكون مقيده بشي، كنحس بلاصي ليبر. جي توجور شيرشي ما ليبرتي و جي توجور شيرشي لا ليبرتي دو لا فام بيان سور، باسكو جو كرويي كو سي اون فام اي الا لو دووا اوسي. بالنسبه للعرض ديالي انا يعني كأي فنان ما تيهموش الفلوس، يعني بالنسبة لي أن أرتيست نو شيرش با أتر ريش، إن لي جامي. سي أون شيرش دتر ريش ألوغ أون فا با ترافايي، أون فا با أفواغ أون إبداع بهذا المفهوم. إلا جات الفلوس مرحبا بها، ولكن الفكره ما كانتش عندي ديال انني ندير سميتو، ولكن بور دوني كلكو شوز اي بور بارطاجي واحد لو ترافاي مع دوتر بيرسون. والحمد لله جو فو اونكور فير دوتر اكسبوزيسيون ان شاء الله سي ديو فو، وعندي معارض اخرى ان شاء الله في الجديده، وعندي انشطه اخرى، وكان عندي انشطه في مراكش في راس العام. وشكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.